الجديدة من معرض بروجكت العراق المقام في أربيل أن الكثير من الشركات المشتركة به تقوم بتنفيذ مشاريع على الأرض سواء في إقليم كردستان العراق أو في باقي أنحاء البلاد. نفذنا مشاريع من هالمعرض في بغداد، في البصرة، بإقليم كردستان، ومش ضمن شركات نفط، قطاع خاص، بيوت سكنية، حوالي 500 بيت بنفس البناء هذا اللي هو البناء من كندي ونيوزيلندا. المشروع طبعا يحتوي على 3400 وحدة سكنية إضافة إلى مشاريع خدمية يحتوي المشروع، طبعا توزع بين 130 أو 135 فيلا إضافة إلى الشقق السكنية، وأيضا هناك شقق تجارية، عمارات تجارية. وتقول تلك الشركات إنها لا تكتفي بالمشاركة في المعارض، وإنها تحاول تنفيذ المشاريع التي فازت بها بطريقة تحقق دعاية إيجابية لها. بدأ الآن المواطن العراقي والكردي بصورة خاصة بتمييز النوعية، أصبح لا يغار بأسماء المشاريع أو بطريقة البناء أو بآخره، بل أصبح يبحث عن نوعية البناء، عن نوعية المواد المستعملة، كيفية الإنهاءات، فالآن أصبح التنافس الحقيقي في السوق. وقد تكون البيئة القانونية والاقتصادية المتوفرة في الإقليم هي ما يقف وراء إقبال الشركات على الاستثمار فيه. إقليم كردستان طبعا في خطط أوضح للبنية التحتية، في خطط أكبر للإسكان، خطط لبناء جامعات، مشافي، بنية تحتية، فواضح جدا المؤشرات الخارجية للمنطقة واضح جدا أنه متجهة نحو النمو، حتى معدلات تحويل الدينار العراقي عم تتحسن. نحن في إقليم كردستان قطعنا شوط لا بأس به في هذا المجال من خلال القطاع الخاص ومن خلال قانون الاستثمار، وحاليا لدينا مشروع كبير تنفذ من قبل وزارة الإعمار تحت قانون رقم 7 ل2008، واحتياجات إقليم كردستان في هذا المجال احتياجات كبيرة. ومع هذا فإن الحكومة الكردية تعترف بوجود نقاط ضعف في قانون الاستثمار، لكنها تقول إن البرلمان عاكف على تلافيها لتحقيق خطط استثمارية كبيرة مثل خطة الإسكان التي قامت بإعدادها إحدى المنظمات العالمية، والتي تشير إلى أن الإقليم بحاجة إلى بناء 14,000 وحدة سنويا لحل أزمة السكن فيه. ميلاد سامي، السومرية، أربيل.